من ضمن أسئلة، أنا شغال في بنك كيو إم بي من 4 سنين، بفكر أقدم استقالتي وأشتغل في البنك الأهلي، لأن سمعت إن مازال عاملين أكثر. مع العلم إن نقطة كيو إم بي أفضل من حيث الاستقرار، موجود وعقد مفتوح ومتثبت، لكن ببص على المدى البعيد إن وارد لأي ظرف البنك يقفل أو يمشي من مصر، عشان كده بفكر في التغيير. لكن بيئة العمل إلى حد ما كويسة وقاعد، وبالنسبة لي كل حاجة تمام. أنا وجهة نظري، مدام أنت شغال، على حسب طبعا شغال فين، هل أنت مثلا شغال في بنك كيو إم بي، شغال في الفروع وعاوز تنقل الإدارة، النقل الإدارات عددا في البنوك صعب، فلقيت فرصة في البنك الأهلي، ساعتها ممكن تبقى فرصة كويسة. لكن لو أنت رايح من إدارة، طب الإدارة اللي أنت فيها دلوقتي في بنك كيو إم بي، في ترقية ولا لأ؟ لو في ترقية، او انت شايف ان في كارير بس او في تطور وظيفي، ده هيكون بالنسبة لك خيار كويس. لا مفيش تطور وظيفي ومفيش اي حاجة ودنيا سلبية، لا خلي بالك، فكرة او الهاجس ان البنك ممكن في اي وقت يمشي دي مش متحققة قوي. البنك موجود في مصر من سنين طويلة جدا جدا جدا. يعني الواحد مش عارف بكره ممكن يحصل ايه. على فكره ممكن يحصل اكوزيشن او استحواذ، لكن عاده ما فيش بنك بيمشي، حتى البنك اللي بيمشي بيبقى فيه بنك بيعمل عليه استحواذ وبياخد الاستاف بتاعه، فما تبقاش مشتت بهذه الطريقه. البنفيتس تقريبا بتاعت البنك اللي اعلى، اعلى في حاجات كتير، لكن البروفيت بتاع كيو ام بي في الغالب بيكون اعلى في جانب البروفيت. في هناك بينزل مناسبات وبينزل حاجات كتيره، ولكن يجب كمان انك تاخذ ان بنك كيو بي كويس لو انت عندك فرصه العمل في الخارج، بيديك ديفيجن كويس، لو انت بتتعلم كل الحاجات دي بتاخد بيها وجهه نظر. فنصيحتي لو انت بس بتدور على الاستقرار والحاجات دي، ده مش حاجه كويسه انك تبص عليها عشان تنتقل الى اخرين، فركز على هذا الموضوع، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله تعالى.